دايما كنا بنتكلم عن الميزان التجاري للدولة، الصادرات والواردات، تحدي حقيقي أمام مصر في زيادة الصادرات وقبلها دعم الصناعات المصرية. النهاردة صادرات الصناعات الطبية المصرية سجلت رقم مهم جدا في النص الأول من 2022، وصلت ل 450 مليون دولار مقابل في نفس النصف الأول من العام السابق كانت 345 مليون دولار. ممكن تكون في أسباب متعددة لهذه الزيادة، لكن دايما احنا نتكلم انه الرقم وحده طبعا مهم، لكنه معنى الرقم وتوصيف وتصنيف الرقم هو الأكثر أهمية. حاجة مهمة جدا انه عدد الدول اللي بتستورد من الصناعات الطبية المصرية زاد. دول آسيا والخليج العربي وإفريقيا زاد التوسع فيها. بعض الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية بدأت تبقى أسواق جديدة للصناعة أو الدواء المصري بشكل عام. في تفاصيل كتير قوي نحب نفهمها، نفرح جدا لو عرفنا كواليس هذه الزيادة ومستقبل هذه الزيادة كمان. متشرفين أنه دكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية معانا على تليفون يشرح لنا بقى. دكتور ماجد مساء الخير وأهلا بحضرتك في التاسعة. أهلا مساء الخير دكتور. السؤال أولا، الزيادة ملحوظة جدا، يعني ما يقرب من 100 مليون دولار في النصف الأول من العام عن العام السابق. عاوزة أسأل حضرتك عن تفاصيل هذه الزيادة، هل في مجموعات دوائية مثلا بعينها هي اللي سببت هذه الزيادة، ولا زي ما قرينا في الخبر كده أنه زادت عدد الأسواق؟ كواليس هذه الزيادة وتفاصيلها. طبعا الزياده اللي احنا عملناها دي 30% دي تعتبر اقل من اللي احنا بنطمح ليه. انا بشتغل على، انا عندي التركيز بتاعنا دلوقتي هو افريقيا. خلي بال حضرتك ان احنا السوق الافريقي او السوق بتاع الميا ريجن زمان اللي هو ميدل ايست اند افريكا، السوق الشرق الاوسط وافريقيا، ده كان السوق اللي هو كان زمان كان في ايد المجموعه بتاعت لبنان وهي حرب لبنان. بعد حرب لبنان اتنقلت المجموعات العالميه حبت انها تبقى الهيد كوارترز بتاعتهم في مصر. نظرا للانفراستراكشر في مصر كانت تعبانه، راحوا للمنطقه بتاعه دبي والامارات والكلام ده كله. احنا اللي بنطمحه دلوقتي ان احنا نخلي مصر مش هناخد المياريخ لما نبص على افريقيا. انا بشتغل انا والمجموعه معانا في الاداره بنشتغل ان احنا ننمي السوق الافريقيه. السوق الافريقيه تعتبر بالنسبه لنا، حضرتك لو تسمعي عن الدواء في افريقيا بيستورد بحوالي 16.5 مليار دولار. احنا رقم صادراتنا لافريقيا 65 مليون دولار، يعني ما جاتش نص في المية. يعني عندنا مساحة من التوسع موجودة ومتاحة، وأصلا احنا اتفاقيات التجارية ما بيننا موقعة وكتير، مش كده؟ بالفعل بالفعل. المشكلة طبعا في الدواء، أكثر من الدواء ما هواش سلعة هعمل عليها إعلان في التلفزيون أو في المجلة. طبعا. أو الأوبستكل بتاعتك الأساسية في أفريقيا هي التسجيل. الدواء في افريقيا اللي بيسيطر على سوق الدواء في افريقيا الصينيين والهنود. انا عشان ادخل بالسوق الافريقيه كان لازم ان احنا نقطع الحته دي، الحته دي هتلاقي حاجتين، سعر وتسجيل. السعر احنا نقدر ننافس لان هم حجم الارباح اللي بيحطوها والمصاريف اللي بيصرفوها جامده جدا، فاحنا نقدر ننافس كويس قوي. احنا لو تعرف حضرتك احنا عندنا في سوق افريقيا كلها في 450 مصنع. أنا عندي في مصر 150 مصنع، يعني أنا بمثل 40% من حجم الصناعة في أفريقيا. في أفريقيا. فإحنا المفروض إن إحنا ده الدور بتاعنا نشتغل عليه. المشكلة بتاعتي تقابلني في أفريقيا هي التسجيل. التسجيل وحضرتك قلت نقطة مهمة، التسعير، أعتقد دي ممكن تكون تخص بقى آسيا أو أسواق تانية، مش كده؟ إحنا بالنسبة لنا التسعير إحنا نقدر إنما المشكلة هي التسجيل. ليه التسجيل؟ لأن الوكلاء المسيطرين على الأسواق ديت بالتعاون مع بعض الناس، طبعا مش كلهم، اللي في وزارات الصحه اللي في الدول دي يقدروا ان هم ياخروا التسجيل بتاعنا لمده سنتين وثلاثه. احنا عندنا في المجلس حاجه اسمها بروجكت بنشتغل عليه اسمه الاعتراف المتبادل. فبنشتغل مع الدول الافريقيه بنقول لهم احنا دول اللي في مصر بقاله داخل على هيقرب على 100 سنه، فالمفروض انك انت النهارده تعتبر ان الدواء اللي عندك اللي بتسجل في مصر يعتبر ان هو كانه متسجل عندك. بناء على كده بنبتدي نشتغل. بالظبط. اول عشان يعني اشرح لحضرتك القصه ديت، احنا بنعرض على وزاره الصحه في افريقيا هنورد لكم ادويه من خلال ال 150 مصنع بتاعنا، هنخفض لكم الاسعار بتاعتكم، بنجيب لهم تسهيلات دفع ممكن توصل لغايه سنه. وقصاد كده بنقول لهم ان احنا
عشان تقدروا تستفادوا بالمزايا دي كلها، المفروض انك انت تعملي الاعتراف المتبادل ده. طيب دكتور ماجد، الاعتراف المتبادل هل معناه انه انا اعترف بالدواء المثيل اللي موجود عنده وهو يعترف بالدواء اللي عندي؟ وده هياخدني لسؤال تاني، انه بعتقد يعني معلومه حضرتك تاكدها لنا، انه احنا اعداد الادويه المسجله في مصر اكتر كثيرا من زي ما حضرتك قلت فرق حتى نسبه المصانع. فهل ده هيخلينا بس بنقدر نتحرك في جزء صغير من الادويه، ولا ممكن يبقى بس بدايه؟ لا لا، انا بشتغل على كل الادويه بتاعتي ده اول حاجه. ولما بقول باعتراف متبادل بنربطه بس بالتوريدات الحكوميه. يعني الحكومه عنده هتشتري مني او الحكومه عندي هتشتري منه لو عايزه. بالظبط، وده نادرا ما يحصل. طبعا اول نجاح احنا عملناه، انا لسه كنت بقول لحضرتك احنا النهارده بنصدر لافريقيا بكام؟ 65 مليون. اول نجاح عملناه، احنا في تعاقد بيتم دلوقتي مع جمهوريه زامبيا ب 130 مليون دولار. يعني انا كنت النهارده سياسه الرئيس النهارده بيقول انا عايز ارفع الصادرات المصريه من 35 مليار ل 100 مليار، يعني عايز كل واحد فينا يزود صادراته الضعف. وده ممكن بحسب كلام حضرتك، ده ممكن جدا. طبعا انا النهارده بحاول اقول لحضرتك انا بصدر لافريقيا ب 65 مليون دولار كل الصادرات بتاعتي لكل دول افريقيه، دوله واحده بس اخذت مني 130 مليون دولار او بتتعاقد معايا على كده دلوقتي. بالظبط. فاحنا النهارده نجحنا ان احنا مع اول تنفيذ الفكره بتاعتنا ضربنا رقم الاعمال بتاع افريقيا كله في 3. بالظبط. 65 هنوصل ل 200 باذن الله. وده عنوان يقدر يقول لنا انه التفاصيل القادمه ممكن تكون شكلها ازاي. انا يا دكتور يعني بتمنى انه حضرتك في مره تشرفنا بقى لشرح اكتر، لانه عندنا اسئله كتير والصناعه احنا منحازين لها وطول الوقت بيبقى نفسنا نسمع اخبار تشبه دي. بشكرك شكرا جزيلا دكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية.